أجرت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان مباحثات مع نائبة رئيس مجلس الشيوخ الغابوني حول سبل تقوية علاقات التعاون مع الغابون وتعزيز الشراكة في المجال الاقتصادي. اليوم كان زيارة ديال الوفد ديال النساء ديال مجلس الشيوخ وعلى رأسهم نائبة الرئيسة. ما كانش يمكن لها تجي، وهذه غادي تكون جلسة عمل بيناتنا باش لتبادل الآراء والخبرات، لأن ونوهت بزاف بالتجربة المغربية السيدة نائبة الرئيسة. نزور المملكة المغربية في إطار علاقات التعاون التي تجمع الغابون والمغرب، والتي كما تعرفون تعد علاقة أخوية واقتصادية متجدرة، كما سنعمل على تبادل التجارب والخبرات. زيارة وفد مجلس الشيوخ الغابوني إلى المغرب تأتي لتكريس العلاقة القوية والمتميزة التي تربط البلدين الإفريقيين على كافة الأصعدة.